والخواتات راه كنقول لكم ما تثيقوش ما تثيقوش ما تثيقوش ما تثيقوش ما تثيقوش. وهاد السيده هادي جايه تعاود لينا واحد القصه اللي مسكينه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ردوا بالكم لبنياتكم ووصيهم ما يثيقوش. هاد السيده غادي تعاود لينا واحد القصه اللي غادي شعر راسكم يوقف ليها. هي قصه صراحه باختصار ولكن فيها عبر لبزاف ديال الناس وخصوصا البنات اللي كيتيقوا. راه اللي كيحلف فيك باش يوصلك بالحرام واخا تكوني الناس راه يديرها يديرها وفي قلب داركم وحتى واحد ما غادي يسيق له الخبر. المهم ما غاديش نكثر عليكم في البدايه اكثر من هكا، فقط غادي نقول لكم عفاكم ديروا جيم وكومونتير وبارطاجيو بحال عاده الى عجبكم لا عجبكم لا فيديو. ويلا نسمعوا الاخت اميمه شنو كتقول في الحكايه ديالها ديال اليوم. السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم اميمه، العمر ديالي 20 سنه. انا اليوم جيت طالباكم ورغباكم باش تنصحوني شنو نقدر ندير. انا مزاوكه فيكم والله يرحم ليكم الوالدين حيت راني خايفه وما عارفه ما ندير. واليوم جيتكم بدعم وعينيه، بغيتكم تنصحوني وراني في واحد المازق اللي عالي وعالم به ربي. المهم علينا، غادي نعاود لكم قصتي من نهار تعرفت على صاحب دعوتي. انا البنات كنت كنقرا ما بيا ما عليا، ديك الساعه كان عندي السيزيام. واحد النهار انا غادي للكوليج ديالي في امان الله، حتى كيوقف عليا هاد بنادم هذا وبقى تابع فيا الطريق كامله هو كيكلاكسوني عليا انا غادي هو ورايا. ما ديتهاش فيه وما عبرتوش، مشيت دخلت قريت وخرجت. في داك الوقت اللي كنت خارجه من الكوليج غادي يبان ليا نفس داك بنادم اللي تابعني في الصباح. صراحه شتو كحلت بالعمى وما عجبنيش الحال وخافت حيت عنده عندي خوتي صعبين بزاف وراهم كانوا دايرين لي الحراسه المشدده، والا بقاو حتى شافوا لي شي حاجه ما هيش اكيد غادي يقطعوني تقطع. كنت كنخاف من ضلي هو الاخر. المهم باش ما نطيحش في المشاكل بقيت كنصين واحد صاحبتي باش تمشي معايا، هو ما بغاش يتفك مني. جيت غادي انا وصاحبتي هو ينزل ليا من الطوموبيل وجا مقصد عندنا، قال لينا السلام عليكم وردينا عليه عليكم السلام. شاف فيا طلعني من صباع رجليا حتى لراسي وقال لي ما شاء الله رضا ومفتح قدامي. عليت عينيا فيه وبقى قلبي كيرتاح وكيضرب بالجهد. جيت غادي هو يوقفني قال لي مالك الاخت، انا نيتي معك حسنه وما غاديش نضيع لك وقتك بزاف، عطيني غير دقيقه وديك الساعه سيري بحالك. انا وقفت وقلت ليه شنو بغيتي بالزربه. شاف فيا وقال لي وبقى كيتمعن فيا. صاحبتي نغزاتني وقالت لي يلاه نمشي، وهو قال لي بلاتي نقولك شي حاجه. قلت ليه نو بلاش، قال لي عافاك غير سمعيني. وقفت قلت ليه شنو بغيتي وقال لي واش ممكن تعطيني الرقم التليفون ديالك ومن بعد نهضر معاك. قلت ليه نو ما عنديش تليفون. قال لي واش دويا بصح ولا غير ما بغيتش تعطي لي الرقم ديالك. قلت ليه والله حتى كنتكلم معاك ديال بصح ما عنديش تليفون. قال لي وعلاش؟ قلت ليه فهاد الساعه ما عندي ما ندير بيه. هو كيجبد غير المشاكل، كذبت عليه الله يسمح ليا وفي الاخر سمحت فيه ومشيت بحالاتي. ما نكذبش عليكم كنت كنفكر في كلامه، وصاحبتي جات شجعتني وقالت لي السيده مسخوطه كيحمق بالزين وكذا وهادي. انا بقيت كنفكر فيه شي 3 ايام حتى لواحد النهار انا خارجه من الحصه ديالي وانا نلقاه واقف في نفس البلاصه ديال ديك المره. منين شفتو درت راسي ما انتبهتش ليه وجيت غاديه بحالاتي. هو منين شافني دايزه من قدامه تبعني وشدني من يدي وقال لي صبري مالكي مزروبه. قلت ليه نو ما مزروبه ما والو، طلق مني. بقى لاصق فيا وكيطلب مني الرقم ديالي، حتى هاد المره ما بغيتش نعطيه الرقم ولكن هو ما بغاش يتفك مني. ورجع ديما كيوقف ليا في الباب ديال المدرسه وكيطلب مني الرقم التليفون ديالي. بقى بحال ما هكذاك حتى قناني باش نهضر معاه. قال لي انا راني قريب نرجع للخارج وما يمكنش نمشي وما ناخذش الرقم ديالك وكذا وهادي، وانت راك عجبتيني وانا الا ما هضرتش معاك غادي توقع فيا شي حاجه، انت عاجباني وانتي 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 وانتي. انا منين شفتو مبرزني بديك الطريقه هذيك وقال لك سيدي حكام حكان عاجباه ومطيره له نعاسو، بقيت كنفكر قلت علاش ما نعطيش الرقم ديالي. فعلا عطيتو ليه باش يهنيني منه. المهم خد الرقم وبقى كيشكر فيا. طلبت منه واحد الطلب قال لي شنو؟ قلت لي عافاك الله يرحم ليك الوالدين ما تبقاش مصدعني. قلت لي اخويا مالين الدار شويه صعبين وحنا ناس حدوديين، الله يخليك ما تبقاش مصدعني باش ما دير ليش المشاكل.
قال لي لا كنت هانيه، حتى انا عندي خواتاتي وكنخاف عليهم، وانا الا بغيت الرقم ديالك وخديته من عندك راه عارف راسي شنو درت، حيت نيتي معك حسنه وكذا. وهادي المهم ما علينا، خدا من عندي الرقم ومشى بحالو. ايوا من ديك الساعه ومن ديك النهار هذاك هو غادي يبقى يتصل بيا وغادي يبقى يهضر معايا. انا منين كيصوني ليا كنت كندخل البيت ديالي وكنهضر معاه غير بشويه باش ما يسمعني حتى واحد. ما نكذبش عليكم البنات، هو كان كيتكلم معايا بواحد الطريقه اللي كانت كتخليني دايبه فيه، وكان كيقول لي باللي عجبتو وعجبتو لا فورم ديالي. ما حتى انا عندي واحد الفورمه اللي زوينه بزاف، غليظه وعندي السيغاني زوينين وافيه وعامره وعيطيه العين، وكان بان اكثر من لاج ديالي. هو جلس كيتحدث معايا وكيقول لي شنو عجبو فيا، وكلامه كلها وهو كيمدح فيا، حتى قرب يكمل الشارج ديال التليفون عاد قطعت عليه الخط ونعست. ولكن الاتصال ديالنا رجع بداك النهار بشكل يومي، ومن ديك الساعه نيت انا مع هاد خينا كان دائما كيجي عندي للباب ديال الليسي وكان كيطلب مني نخرج معاه، ولكن انا ما كنتش كنبغي وما عمرني عطيتو ديك الفرصه باش نخرج معاه. ايا ما يطمع فيا في الفلوس والكادوات والحوايج، ولكن ما بغيت نعطيه الضوء وما طحتش ليه في الفخ ديالو، واخا كان كيعيا ما يفرش ليا في الورود ديالو. انا كنت جدا محترمه حدوديه معاه، وما كنتش كنعطيه الفرصه يضحك عليا ولا ياخذ مني شي حاجه. حتى ملي كيهضر معايا في التليفون ما كنتش كنبغي نخلي ليه المجال زعما ونقص مني ولا يطيح ليا الهضره. ومنين كنشوفو بدا كيزلق بالهضره كندور فيه وما كنخليهش يكمل كلامه. هو ديما كيبقى يحتضر مني وكيقول لي عافاك حبيبه، سمحي لي ولسان ما فيه عدم وغير فلتت ليا وكدا وهادي. انا كنت كندير ليه الحدود في كل شيء. جلس سيد واحد المده ورجع للخارج، ولكن واخا رجع بقى معايا على تواصل، كان يوميا كيتصل بيا وكيبقى يهضر معايا وكيقول لي بلي هو كيبغيني وبغيني للزواج وكدا وهادي. انا كنت كنقول ليها ولد الناس الا كنتي باغي المعقول حتى انا مولاتو، اجي خويا لدارنا وخطبني من عندهم وتزوج بيا، عيبك وعارك الا رفضتك، حتى انا ما كرهتش نكون الزوجه ديالك. ايوا هو ديما كان كيقول ليا بلي غادي يتزوج بيا وياخذني معاه لاوروبا، حتى انا كنت كنديه على قد كلامه وكنقول ليه مرحبا والف مرحبا. نهار تعولت جيت تخطبني انا غادي نعطيك العنوان ديال دارنا، وانت ما عليك غير تجي وتجيب مالين داركم ومرحبا بكم. المهم هذه هي الكلمه اللي بقات بيني وبينه، ومنين شافني بنت ترونكيل ودخلت سوق راسي ما بقاش كيعيق عليا، مره مره فين كيصوني عليا وكيهضر معايا، ولكن كلامه كان فيه حدود. هي هذيك بقى داك العام في الخارج حتى الصيف دخل المغرب. نهار دخل البلاد كان عيط ليا وتكلم معايا وقال لي بغيت نشوفك، انا راني جيت للمغرب. انا ديك الساعه كانت عندي العطله وغير جالسه في الدار وما كانش عندي كيفاش ندير باش نخرج نتلاقى بيه. كنت قلت ليه بلي ما نقدرش نخرج نتلاقى بك، وبحال تعصب مني وما عجبوش الحال، ولكن في الاخير تفهمني وما قال لي والو، بقى كيهضر معايا في التليفون. داز السيمانه وهو يعيط ليا قال لي فلانه، قلت ليه نعم، قال لي انا باغي نقول لك شي حاجه، قلت ليه اه مرحبا تفضل، قال لي انا باغي نتزوج بك وراني ناوي معاك ان شاء الله المعقول، وراني بغيت نجي لداركم نخطبك. قلت ليه واش داوي بصح، قال لي اه والله حتى راني داوي معاك ديال بصح. فرحت وما قدتني فرحه. ديك الساعه عطيتو العنوان ديال الدار وحتى الرقم ديال خويا، وقال لي شوفي انا غادي نفتح مالين دارنا بالموضوع ومن بعد رد عليك. قلت ليه واخا ان شاء الله. ديك الساعه مشات تكلم مع الاهل ديالو وقالوا لي سيدي منين تبغي تزوج الله يسخر لك. رجع هضر معايا وقال لي هاد الهضره، وقال لي بلي مالين الدار راه علمهم باش غدا ان شاء الله يجيو لدارنا. قلت ليه مرحبا والف مرحبا، ضربت الطم وما قلتها حتى لواحد حيت خفت من خوتي يمشيو يخصموا عليا ويقولوا لي انت فين كتعرفيه او فين شتيه، وراكم عارفين الخوت عقليتهم كيفاش دايره. المهم هي هذيك الغدلي نط بكري طرفت الدار دخلت الكوزينه درت واحد جوج كيكات مي حبيبه حار ليها فيا العجب، حيت كنت مولفه بالناس ديال الصباح. ومنين شافتني فتونه قالت لي انت اجي لهنا، قلت لها مالك ماما شنو، قالت لي انت هي اللي شنو القضيه ديالك، قلت لها علاش مالي شنو درت، قالت لي وهاد الصباح كامل وانا كنشوف مفتونه وكطيري مع الطيره بنيتي، هاد الصباح هذا بانتي لي ماشي حتى تما، اشنو كاين اجيني من الاخر. صراحة جيتها الصراحة وقلت لها امي ها شنو كاين وها شنو كاين، هي قالت لي بنتي الله يسخر لك ويسهل عليك بولد الناس. ايوا هي هذيك اخواتاتي،
داك النهار هما جاو عندنا، جات الام ديالو وحتى واحد اختو، حتى هو كان فرحان وعاجبو الحال. دخلناهم فرحنا بهم. الاب ديالي كان خارج برا، اتصلت بيه امي قالت لي اجي للدار حيت عندنا شي ناس ضياف. قال لي شكون هاد الناس؟ قالت لي الخطاب. ها كيفاش وها كيفاش. من بعد ربع ساعه جا الوالد للدار، دخل عندهم هضر معاهم تعرف عليهم، داو جابو في الهضره. من بعد قالوا لي حنا جايين نخطبوا من عندك بنتك فلانه الا تقبلوا علينا. الاب ديالي ما قال لهم حتى عيب، طلب منهم يتشاور معايا ونسولوا على الولد هو الاول ويكون خير. فعلا هما كانوا مشاو بحالتهم. الاب ديالي قال لي بنتي واش بغيتي تهجي وتعمري على راسك؟ حشمت ودخلت للبيت. امي كانت قالت لي هسي فلان راه البنت قابله تزوج به، خلي الدريه تمشي تعمر دارها. قال ليها انا ماشي شغلي، ما تسالني، غندير ليها العمليه ونفرح بها. صراحه عجبني كلام الوالد. ايوا هو كان سول عليهم وقالوا ليه بلي هما ناس مزيانين والله يعمرها سلعه. صافي خواتاتي، من بعد ايام قليله رجعوا خطبوني رسميا، ركبنا الخواتم. هو كان طلب مني نخرج من المدرسه ونجلس في الدار على ما نعقدوا نديروا العرس ديالنا ونمشي مع الاوروبا. قال لهم انا مراتي غتمشي تجلس مع مالين دارنا حتى يخرجوا ليها الوريقات ديالها. نطق با قال ليه لا، انت غتعقد عليها وتمشي بحالك، البنت هي تبقى عندي حتى تشهر ليها زواجها ودير بها العرس ولدي، وديك الساعه ديها فين ما بغيتي وعندك الحق ديها. ولكن دابا ما عندها فين غادي تمشي معك وما عندها فين غادي تتحرك، وحنا هادشي ما عندناش في العائله ديالنا. هو ديك الساعه بقى غير حاط راسو للارض. اما امو قالت ليه ولكن هادي راه العروسه ديالنا ومن حقنا نديوها معانا. طق الوليد قال ليها قبل ما ترجع عروسك الشريفه، هادي راها بنتي اولا، انا ما غاديش نعطيها ليكم بلا عرس. هي بقات كتضحك. ايوا قالت لي عندك الصحه سيدي فلان، انا غادي ندير داكشي اللي بغيتوه نتوما. ايوا هي هذيك قالت له الوالد ديالي بحال ما ردتش عليها، وهي قالت لي واش الشريف انا غير كنضحك معك وصافي. المهم عندي هي التفاهم اللي غادي يكون بيني وبينها وبين راجلها، انا واخا تجلس معايا ولا تجلس معكم ما عنديش مشكل، انت راه عندك الحق في الهضره اللي كتقول، وحتى انا عندي بنياتي. بقات كتحمض في شنايفها وباينه ما عجبها حال. ولكن الاب ديالي جاهم من الاخر وقال لهم بنتي تجلس هنا حتى ديروا بها العرس، وديك الساعه نوديها الله يسخر فين ما بغيتي. المهم هما ديك الساعه ما قالوا والو، السيد غير خطب مشاو بحالاتهم. ولكن بقى بيني وبينو اتصال، كان دائما كيهضر معايا في التليفون ابي الكاميرا وحتى مكالمه. مني مشى خواتاتي هو كيهضر معايا غير على الدخله وداكشي داك التخربيق ديالها. انا كنت كنحشم منه ديما، كنبدل ليه الهضره وكنقول ليه عافاك سمح لي انا مشغوله وما فيا اللي يهضر، كنعطيه كنقطع عليه الخط. صافي هو فهم راسو. كنجلس ربعه ديال الشهور دخل المغرب على ود الاب ديالو اللي كان مريض. ايوا منين جا بغاني نخرج وندخل معاه، ولكن انا ما بغيتش. قلت ليه الوالد ديالي راه واعر وما غاديش يبغي يخليني نخرج معاك، من الاحسن غير بلاش. الا بغيتي تشوفني اتصل على الاب ديالي ولا على خويا واجي شوفني في الدار. هو ما عجبو حال، تعصب وكاع ما جا عندي للدار. دوز سيمانه ومشى بحالو، ما هضر معايا ما تكلم معايا في التليفون حتى رجع للخارج. المهم خليته على راحته حيت حنا غير مخطوبين وما نقدرش نخرج انا وياه. ايوا هي هذيك، داز داك العام انا ما قريت ما خدمت وبقيت كنساين فيه حتى دخل المغرب. غير دخل المغرب جا عندي وجاب لي معاه بزاف ديال الكادويات والحوايج. صراحه ديك الوقيته كان براني تبره. داك الاسبوع نيت جمعنا راسنا ودرنا العقد ودرنا الحلال ديالنا. هو غير عقد عليا رجع لاوروبا في الحين على ود باش يدفع ليا التجمع، حيت لقى الاب ديالي مسكين وجد ليا الباسبور وجد ليا اي حاجه كتحتاج في دوك المسائل ديال التجمع. وراكم عارفين الشواهد والعقود قدي حاجه تخصك حاجه. 15 يوم مسكين هو طالع نازل حتى جمع ليا كل شيء. المهم البنات كل شيء حتى لهنا مزيان وعلى احسن ما يرام، ما كاين عندنا حتى شي مشكل. صافي دازوا الايام والشهور حتى لواحد النهار هو يتصل بيا. بقيت انا وياه كنهضروا عادي. قال لي توحشتك وداكشي راكم عارفينو. قلت ليه حتى انا توحشتك. قال لي ما كرهتش ندخل المغرب ونتشوف معاك. قلت ليه حتى انا ما كرهتش تجي والله. ويقول لي ولا بغيتي نجي؟ اه ولكن بشرط. قلت ليه اما هو؟ قال لي نديرو الدخله ديالنا. قلت ليه بحالاش؟ اين دخله علاش كتهضر اين خرجه هادي؟ انا عارفه علاش كيهضر ولكن بغيت نشد فيه، حيت حنا البنات ما عندناش داكشي يدار بلا وقت. حنا عندنا حتى دير العرس ديالك وديك الساعه دير اللي بغيتي. وزيدون ما يمكنش ندير الدخله بلا خبر والديه.
المهم ضحكت وجاوبته، قلت ليه ما غاديش نقدروا نديروها حيت الدخله كتنضر من بعد العرس وبعد الشهر وزيد وزيد. قال لي وياك انا دابا راجلك وعندك حق عليا وعندي حق عليك. قلت ليه ايه راجلي فوق راسي وفوق عينيا، ولكن ما عندكش الحق تدخل بيا قبل من العرس. سكت وما قال والو. صافي ديك الساعه حاولت نشرح ليه غير بلاتي، وقال لي واه صافي فهمتك قطعي دابا راني مشغول شويه. صافي داكشي اللي كان. دازو الايام حتى كنشوف بلي السيد ولا تشغل عليا بزاف، كيجي من الخدمه كينعس وكيقول لي حقا ما تحكى راني عيان وما قدرش نهضر معاك. دازو الايام ما بقاش كيصوني، ولا صونيت انا ما كيجاوبنيش، ولا صيفط له رساله كتبقى تما على 4 السوايع عاد كيقراها. وزيد عليا التصرفات ديالو معايا تبدلت بزاف. ملي سولته علاش تبدلتي ومالك على هاد المعامله ديالك الحامضه معايا، قال لي لا والو وغير دار القيمه لراسي. قلت ليه كيفاش دار القيمه لراسك بحالاش؟ قال لي انت ما كتوحشينيش كيف كنتوحشك. قلت ليه شنو اخر؟ قال لي ما كتبادليش معايا نفس الاحاسيس والمشاعر ديالي. وشنو اخر؟ قال لي ما عندكش لهفه عليا بحالي انايا. قلت ليه شنو اخر؟ قال لي وبينما كتبغينيش انا من اليوم قررت انني نتحكم شويه في الحب والمشاعر ديالي وما بغيتش نهضر معاك بزاف، وكنفضل ما نسمعش صوتك بزاف باش ما نتوحشكش. ولكن علاش يا فلان؟ علاش هادشي كامل بالسلامه والعافيه؟ قال لي كيبان لي بحال كنضغط عليك ولا كنضيقك بكلامي وكنتقل عليك بهادشي ديالي. بقى منخلني سيمانه حتى طيب لي قلبي، كل نهار كيقول لي نفس الهضره. وقال لي انت يا مراتي وبغيتك وكذا وهادي. انا ما حسيت براسي حتى وافقت وقبلت. هو منين عرفني قابله نخليه يدخل بيا لغد لي قطع الطياره وجا كيجري للمغرب على ودي انايا. كنطلب مني نخرج نتلاقى بيه باش نمشي معاه ونديرو الدخله ديالنا. تفاهمت معاه باش نمشي عنده لدار حيت عنده واحد الدار غير مسدوده. كذبت على الوالدين ديالي وقلت لهم حقا بغيت نخدم شي وراق وكذا وهادي. المهم لبست مشيت خرجت شديت الطاكسي مشيت عنده للعنوان اللي عطاني. ديك الساعه لقيت موجد ليا كلشي على ود الدخله، كان فرحان بيا. ايوا بقى كيتقرب مني من هنا للمليه حتى خدا مني العذريه، نزل مني الدم مسحنا في ثوب ابيض وقال لي حبيبه احتفظي بيه عندك حتى نحتاجوه. السيد كان طاير بالفرحه، بقى كيشكر فيا وقال لي دابا عاد نستعرف بيك مرا وقاده. المهم خدا لي العذريه ديالي، من بعد رجعت لدارنا عادي. انا البنات واخا كان الضمير ديالي كأنبني، كنت كنقول معليش هو عاقد معايا وراجلي وحلالي، ما عنديش علاش غادي نتقلق ولا يبقى فيا الحال. وكنت كنقول ما بقى قد اللي فات وندير عرسي بيه ونمشي معاه. ايوا هي هذيك داز السيمانه السيد رجع بحالو. ايوا من نهار رجع هي البنات للخارج هو قلب عليا الفيسه. السيد ما بقاش كيهضر معايا نهائيا، ما جات تكمل حتى 20 يوم وهي تجيني الدعوه ديال الطلاق من المحكمه. وهي هالبنات الراجل عطا وكاله الاخ ديالو ناض كيطلق فيا. من بعد ما خدا مني صباحي ما نقولش ليكم شنو وقع فيا وشنو جرى فيا. طيح مني وتقلل مني، طيح ليا يدي مع رجليا. راني خوتي بغيت نحماق وبغيت نتسطى. ملي بقيت كنصوني وكنعاود جاوبني وقال لي اشنو بغيتي؟ ياك تطلق وغادي نطلقك، علاش مسطى عليا راسي دابا؟ بقيت كنسب فيه. قلت ليه ضحكتي عليا وخديتي ليا شرفي، الله ينتقم منك. قال لي انا ما خديت منك والو، الشرف ديالك غير سهلتو عليك وخليتو ليك في ثوب ابيض. وبقى كيقلل مني وقال لي انتي يا اللي طلعتي سهله للماكله وانا كليتك ومششتك ودابا الله يعاوننا الله يعاونك ما بقيتش باغيك. شنو غادي نقول لك اختي امينه؟ قال لي بصحيح العباره انا بدالي منك حيت اللي كنت باغيه منك خديته، دابا غادي نخسر عليك جوج ولا 4 المليون كاع الى كثارو ونطلقك ونطحي راسك مع اقرب حيط كتشوفيه قدامك. قطع عليا وتمتم دار ليا بلوك. ما نقولش ليكم بكيت وتلتخت وبغيت نقتل راسي، ولكن صافي اللي عطا الله عطاه. هو حاليا خواتاتي دافع بيا الطلاق، بقات ليا جلسه وحده في المحكمه وغادي نشد طلاقي. وحتى واحد ما عرف بلي انا بلا شرف ولا دخل بيا، حتى واحد ما عرف بلي انا خرجت معاه وديت شرفي معاه، حيت الا بقاو حتى عرفوا اكيد غادي يقتلوني. هما دابا باغيين ينخروا الدم وما راضينش قدام الناس. الاب ديالي من نهار وصلت لنا السيد على الدار هو سكر وعنده طالع مريض، اما خويا داخل يزعف خارج يزعف ومحراه عاد الا عرفوا بلي هو ضيعني ومشى. راه ما بغيتش حتى نتخيل شنو غادي يوقع فيا.
الشمتة ديال قريب 3 سنوات وهم جرجر فيا، في الاخر صدمني فيه، دعيت الله هو اللي دابا ينتقم منه. انا عارفة البنات الغلط ديالي، ولكن حسبته راجل الله ياخذ فيه الحق. دابا كنعاود لكم قصتي وانا كنبكي، ما عارفاش شنو غادي ندير، خايفة نهضر ونقول شنو كاين، ولكن ما عندي حتى شي دليل عليه، وهادشي اللي مخوفني بزاف. خفتي يقلب عليا كلشي ونكر ونصدق فضحت راسي، وخايفة من خوتي والاب ديالي اللي مريض. قديتش كملت في قلبي وسكت، ما عرفت شنو غادي ندير. المهم هادي هي قصتي اختي امينة، جيت نعاودها لك بدمع عينيا باش تعاونوني بالنصائح. الله يخلي لكم عزيز عليكم، وكذلك نوصيكم ما تثقوش والبنات، ما تثقوش حيت ما بقاوش الرجال ديال الثقه. ها انتم، انا هربت من الحرام ومن صاحبه، دخلت الدار وتكعر عادي وهرب، دابا هو في اوروبا ما غادي نصور من مورا والو. ضاعت حياتي وانا بنت العشرينات، ديت والله هذا ما كاين. شكرا لكم والسلام عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين القصه ديال هاد الاخت هذه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اميمه سمعني نقول لك مزيان اختي، انت تبارك الله يلاه عندك 20 عام، يعني ما راكي عايشه في شي عصر الجاهليه ولا في القرن ما عرفت اشنو، انت راكي اختي عايشه في 2023 دابا، وتجي وتبكي وتقولي انا ما عنديش عليه دليل. اختي ملي كان كيهضر معاك وسمعك دوك الهضره كامله، علاش ما تسجليش؟ علاش قبل ما تهضري معاه ما ديريش اختي مسجل ديال الصوت وتسجلي به الكلب، وسير اختي دافعي على شرفك، حيت انت واخا غلطتي، غلطتي فريمون غلطتي النهار اللي سلمتي ليه العذريه ديالك وخليتي. شوفي باك دار لك قيمه، ولكن انت ما درتيهاش لراسك. هذاك السيد من الاول باين فيه باغي غير الجسد، باغي ياكل اللحم ويمشي ويهرب. دابا نتيا الغلط اللي درتي ما سجلتيش، وحتى دابا راه ما مشاش الحال، باقي لك جلسه وحده راك تقدري تهضري على الحقوق ديالك، وهضري مع الام ديالك وعاودي ليها كل شيء. يعيا خوتك يضربوك ما عاد شنو يديروا فيك، يعيا باك يموت، سر الانسان كيموت على الشرف ديالو، نتمنوا له ان شاء الله العمر المديد والعمر الطويل. فانت هادشي ما خصكيش تسكتي عليه، الا سكتي راه حتى شي واحد ما غادي يجيب لك حقك. علاش غادي يهرب؟ حساب لك اوروبا دابا صعيبه، راه النار اللي غادي يدخل المغرب غادي يتشد اول حاجه. انت اختي سيري شجليه، هو كيعترف ليك، زعما كان بامكانك داكشي كامل تقول تسجليه، هو كان اعترف كلشي، وكان عليك تقدمي الوكيل الملك وتقولي له انا تسيت كنت مزوجه به وغواني هو، وكان كيقول ليها شنو شنو والشيطان كذلك والنفس، ودرت لي درت، ولكن السيد هو اللي خذا لي شرفي. وكيفاش كيفاش، وجيبي داك الزيف البيض، حاولي تستدرجي في الكلام وعاودي هضري معاه لربما يعترف. انت عطيها معاه غير السياسه، ربما يعترف بداك الشيء كامل وسجليه ودي داك التسجيل للناس المعنيه بهذا الشيء هذا، يعني بالامر وكيل الملك، داك القضاة، المهم المحكمه، المهم ديري به واحد المحضر على ود انك تدافعي على الشرف ديالك. كيف ما قلت لك ما تخافيش من خوتك، يا يضربوك يقتلوك، راك انت مزوجه به ومن حقه يدخل بك، راه لا ثلاجه، وقال لهم ما بغيتش ندير العرس وبغيت ندي مرتي، راه حتى شي واحد ما غادي يشدك. فهو صافي مين ما بغيتيش تشدي له بالحرام، وصل لك بديك الطريقه. وما اكثرهم كيديروا بحال هذا الشيء، هذا كيتسمى نصب واحتيال، الله ياخذ فيه الحق والله يبين حقك. البنات عافاكم الله يجازيكم بخير، الا ما نصحوا هذه السيده هذه، بنت باقا صغيره مسكينه، مازال يلاه بنت 20 عام، فما عرفت ما غادي دير. عافاكم ما حسبوها بنتكم اختكم الصغيره اللي بغيتو، حيت الناس اللي متبعيني في القناه الناس من 25 عام حتى 35 عام، وكاينين الصغارين اللي في العمر ديالها، وكاينين الناس الكبارين، ولكن الاغلبيه ديال الناس المتتبعين للقناه كيكونوا في هذه الاعمار هذه. لهذا هذه البنت هذه تكون قد اختي انا الصغيره، وغادي تكون قد بنتكم للناس الكبارين، يعني العيال الكبارين اللي عندها 40 وكذا 40، تكون هذه في العمر ديال بنياتكم. فهذا الشيء اللي كان، شكرا لك اختي بزاف اميمه، الله يفرج عليك، حاولي دافعي على شرفك، حقك خصك تاخذي بيدك وما تستناش شي واحد يعطيه لك. دائما كنقول لكم الحق يؤخذ ولا يعطى، والله يعطيه العذاب اللي هو بحال الناس اللي الصراحه كيديروا بحال هاد الخدمه هادين على طول الله وعليهم، كيضحكوا على بنات الناس وكيدخلوا للدور هما كيف ما كيقولوا ناس اللي متخبين في واحد الثوب ديال دعوه الشر. ف
الله ينجينا وينجيكم ومولاد الحرام وبنات الحرام. شكرا لكم وشكرا لكم موصول. ما تنسونيش مجيماتكم تعاليقكم اللي كتحفزني، كذلك اشتراكاتكم لو كنتم مشتركينش، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الحكايات. الارقام ديال القناه او الرقم ديال القناه موجود في بدايه الفيديو في صندوق الوصف، اللي هو 0637054549. الى ان القاكم دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.